السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أحبائي من جديد. اليوم إن شاء الله سنتعرف على الجزء الثالث من دوائر المنطقية الأساسية، والذي خصصته لكيفية إنجاز الرسم المنطقي لمعادلة منطقية. عرفنا على الرموز سابقا، على الرموز المنطقية للدوائر المنطقية اللي هي الدالة وي، الدالة نو، الدالة او، والدالة اي. اليوم إن شاء الله سنحاول إنجاز أو تعلم كيفية إنجاز رسم منطقي لمعادلة منطقية. عندما نتكلم عن الرسم المنطقي فهو يتكون من مجموعة من الرموز المنطقية، مجموعة من الرموز المنطقية. هذول اللي يكون باش تبع معايا هذا الموضوع ضروري خصك تكون عارفهم، يعني تكون عارف عليهم ونحطهم في ذلك. إذا إنجاز رسم منطقي لمعادلة منطقية يجب أولا نتبع ترتيب، وهو أولا إنجاز المجزوم أولا الدالة وي، عفوا الدالة وي على طاقة الدالة نو، يعني خصني نخلي بها الدالة نو في مكان تدير الأولى، نخليو هادشي هنا، هاهو، باش ندير الأولى الدالة نو، ثم من بعد الدالة نو كنقلب على الدالة إي، ثم ثالثا نعاود الدالة نو. كيفاش هادشي غنشوفو في المثال؟ أول حاجة نضرب عليك شحال عندي المتغيرين هنايا، المتغيرين تاعك عندي ثلاثة، تنحطو هنايا الكلام، الأول الثاني الثالث، ونسميهم أ بري و سي، كنحطهم بغلط، مكنديش هنا أ بار و بي بار و سي، كنحط الأصل اللي هو أ المتغير وليس المسمي، أ بري سي، مزيان. شنو عندي في الترتيب؟ تنصاب دالة نو. سبقنا الدالة نو في مكان فين عندي؟ عندي هنا في بي بار، يعني كندير هنايا عندي بي، هنا شنو بغينا؟ بغينا بي بار، ها هي بي بار، أنا حصلنا عليها. شنو قلنا من بعد؟ الدالة إي هي الضرب، نقلب عليها في مكان فين عندي الدالة إي؟ عندي ما بين بي بار و سي، عندي ما بين بي بار و سي، عندي بي بار وعندي سي، إذا نحاول إنجاز الدالة، الدالة إي، الدالة إي، لأن شنو طاحت؟ أنا بي بار طاحت نص، شنو طاحت هنا؟ بي بار سي، ومن بعد عاد نشوفو الدالة، و الدالة فين عندها؟ يعني ما بين أ أو بي بار و سي، هنا يعني هنا هي الدالة، بطبيعة الحال ما نعرفوش شنو وقعو شنو غلط. هذا الترتيب هذا في حالة عدم استعمال الأقواس، أما إذا كان عندي أقواس، إذا عندي الدالة أو ما بين الأقواس، غادي نصبط ما بين الأقواس. إذا عندي أ، عندي أ أو إذا شنو عطينا هنا؟ عطينا أ، عطينا بي بار، نضربها في السياح، إي، أ بار، أ عفوا، أ، أو بي بار، سي، اللي هي إي، فورمولا، إذا راه معانا شنو هنا؟ نسبق الدالة نو، هي الأولى فيما كانت، سواء كانت أقواس كما كانتش أقواس، الدالة نو كنسبقها هي الأولى، من بعد كنحصل غير الدالة إي. هاي بي بار و سي، من بعد عاد عندي الدالة الأولى نجمع ما بين أ أو بي بار و سي و هي هادي. ناخذ مثال آخر، دابا نعطي واحد المثال عندي فيه أ و بي أو سي و دي، أ و بي أو سي و دي. دابا هنا أول حاجة في الرواية كنحطو متغيرات كتابة، شنو متغيرات؟ أ بي سي دي، نبقاو نشوفو A و B، A و B عندك دابا اللي كدير لي واو، هي يعني A و B،
شغل الدالة ايه هي كسب واحد يعطي الدالة ايه سي والدي النص هنا شو عندنا في الاخر شو بين احنا بين ار بي او سي دي ار بي عندنا وسي دي عندنا مجموعهم الدالة الى او شو عطت انا عملات انا ار بي او سي و دي مفهوم؟ اذا ماذا يكون عندنا طريقه بسيطه نفهم الطريقه كيف باش نشتغل بها نقدروا نديروا خدمه عندنا نتائج ب متغير التحكم نقدروا نصوروا راسهم في المنطقه اذا ناخذ اخر مثال هنا في هذا المثال نستعمل الاقواس في بار او سي الكل مضروب في الدي دائما هذا يتحول هذا تكون متغير شنو هو بي سي دي نحطوا متغيرات وليس متنمات نحطوا مثلا عند بي بار نحط بي إذا شنو قلنا كنصبقوا الدالة نو ثم كانت كنصبقها نزيدو حتى عند الدالة نو نشوفو مزيان تنزلو الدالة لما كانت عند الدالة نو كنصبقها هي الأولى في العلم في بي بار في عند بي بار هذا بيرس هنا ما قلناش كتير هنا بي بار من بعد عندي الاقواس الاقواس بيناتهم كاين ما بين بي بار او سي كاين ما بين بي بار او عندي الدليل اللي كدير ازاي ما يقرا شو تطلع بي بار عندي كدير ازاي او اش او سي بي بار هنا شو عندنا؟ عندنا بي بار او سي الكل والدم يعني هذه كاملة فاش ضربنا الله في الدم هذه الدليل كدير الدم شو عطينا هنا؟ عطينا بي بار او سي مضروبة فاش؟ مضروبة في الدي بار وبي بار زائد سي مضروبة في الدي بار هي هي اي سواء كتبنا اي درس كتبنا معادلة كاملة بحال بحال إذا أنتم لا تكونوا فهمتوا الطريقة هذه أو كيفية إنجاز رسم منطقي للمعادلة المنطقية حتى تصبحوا مهم بزاف إذا تستجوا في الرياضيات أيضا وأيضا يعني تستجوا بزاف في كيفية صنع بعض المناظر سواء كانت مناظر تقنية أو مناظر آلية أتمنى أنكم استفدتوا وإلى